السلام المشاهدين على امتياز بزغ نعطي شروق تحية ود وتقدير لكم جميعا. حلقة أخرى في برنامج فوق العادة مع الضيف جديد محام صاحب شهرة واسعة النطاق، ارتبط بأخطر القضايا المثيرة للجدل، طاردته الاتهامات من أيام الدراسة، مفاجئ في تصريحاته وجريء في احترافاته. إنه الدكتور عادل عبد القني المحامي. دكتور عادل ازيك؟ اهلا وسهلا. دكتور عادل، انت زول معروف بشكل كبير، من الناس بيقولوا عنك انت من اشطر المحامين السودانيين، دي ما دعايه لك لكن دي حقيقه. يعني شنو نحن ما بنعرفه عن دكتور عادل عبد القني غير ما هو متاح الان في وسائل الاعلام؟ والله انا اي شان معروف تماما. حياتي مفتوحه تماما. بيتي مفتوح ومنزلي مفتوح ومكتبي مفتوح، حتى انا الكثير جدا من الناس يمروا علي بدون السكرتيره يعني، وبدون السكرتيره وبدون مواعيد، وفي البيت ايضا. لكن يمكن من الحاجات اللي الناس ما بتعرفها، وانا احب اوضح لك قبلك لكلمه المحاميه. المحامي اصلا يعني في ذهني بعض الناس لما انا اقول محامي الشيطان معناها ترتبط بالفهلوه وبالجرم وبكده. لكن المحامي علم، وعلم عميق جدا. نعم. ولا يعرف عمقه الا الناس اللي بيشتغلوا في المهنه دي، وكل ما عرفتها اكثر عرفت عمقها اكثر اكثر وتمشي تتعمق اكثر. يمكن الناس اللي ما بيعرفوا عني انه انا انسان حياتي محدده جدا. نعم. اولا معظم الوقت بتاعي للقرايه والكتابه. بقرا انا في القانون، وبقرا وبكتب في المرافعات وفي بعض احيانا بعض المقالات وبعض الكتب وبعض الاشياء اللي تخص التدريس الجامعي. لكن برضه بقرا في مجالات ثانيه، انا بقرا كثير جدا في الفيزياء وفي الفلك وفي كثير. الفلك وبقرا في الجيولوجيا. نعم. دي المجالات. انا عارف انه انت عندك اهتمامات متعدده. نعم. و يعني معرفتي بك كبيره دكتور عادل. ليه لكن يعني المحاماه مرات بتعتبر عند البعض يعني مهنة يعني تحيط بها بعض الشبهات، يعني لدرجة إنه في ناس ممكن يعني يفتكروا إنهم ما يدروا ما يشتغلوا محامين لأنه المزالة دي فيها شبهات قوية دينية. نحن في أي محل وفي أي مجتمع في أي ونسة، أو الواحد ما يعرف إنك محامي يقول لك أسمع أنت هسي الزول يجيك كاتل عديل كده تطلعه. دي طوالي بتبادر لذهن الناس. أي. إنه هذا المحامي بتمشي له أنت مجرم، بتمشي له أنت مرتكب جريمة، وهو مهنته وواجبه إنه يطلعك وحيعمل عليه إنه يطلعك. طبعا الناس ناسية إنه أي قضية فيها جانبين. نعم. أي قضية فيها طرفين متنازعين. نعم. إذا قلنا جريمة فيها جاني ومجني عليه. نعم. أو متهم ومجني عليه. نعم. وفي محامي بيجاي وفي محامي بيجاي. الناس ليه دائما بترجح اكثر الجاني وبتقول انه المحامي مع الجاني، في حين انه معظم القضايا الناس بتقف مع المجني عليه. انا مثلا حتى في مكتبنا في الفتره الاخيره يمكن في ال 15 20 سنه الاخيره يمكن حوالي 70% من عملنا الجنائي نحن مع المجني عليه. تعاملين عليه ده اختيار، ده اختيارك الاخير يعني؟ والله ما اختيار، ما احنا في فاتحين مكاتب محاماه بتجيك القضايا، انت ما بتختار دي طبيعه القضايا يعني، دي ما اختياراتك، بتجيك القضيه. انت بتدرس القضيه، اذا اقتنعت بانك تمسكها بتقوم تمسكها. لا لانه الناس بيحاولوا يصوروا كانه هذه المحاماه هي مهنه لاثاره الغبار في وجه الحقائق. طبعا هي مهنه انا بفتكرها يعني تمس حاجات كثيره جدا يعني. والرائع في مهنه المحاماه انه انت الليله تشتغل قضيه مثلا بتاع سقوط عماره سقطت. نعم. وانت رافع قضيه ضد المقاول، تمشي تفهم تسليح العماره، تفهم الخرسانات، تفهم التصميم، بكره تشتغل قضيه طياره وقعت، تمشي تفهم في ميكانيكا الطيران، تفهم في الايروداينامكس، تفهم في اساليب الطيران، تفهم في كيفيه تعامل الطيار مع المعلومات اللي بتجيه سواء من الارصاد او المطارات او كذا. معلومة تتعلق بسقوط هذه الطائرة. بعد بكرة تجي تشتغل قضية بتاعت قتل، تعرف مسببات الموت، الطعن، التسمم وخلافه. أنا بفتكر إنه هي تحتاج لشخصية موسوعية. يعني ده السؤال الثاني، يعني هل في مواصفات خاصة للمحامي؟
يعني المحامي الناجح ممكن ناس كتار جدا يعني الأقدار الأكاديمية تمشي بهم في جانب اختيار المحاماة أو الأقدار المعيشية يعني. نعم. لكن هل في مواصفات ومهارات خاصة من المحامي؟ طبعا المحامي ده لازم يعني يتصف بعدد من الصفات. وهذه الصفات في مجملة تصب في مجرى النبل. أهم هذه الصفات في شخصية المحامي أولا إنه يركن إليك. يعني أنت بيجيك الإنسان عشان تجيب معه في حال الضعف. نعم. في حال الضعف. فأنت إذا ما كنت بتصدر إحساس بالإطمئنان للشخص المتعامل معه أنت ما هتكون ناجح وما هتكون محامي تقدر تستطيع أن تكسب الناس ويكون عندك وجود في المحاكم. فأول صفة إنه الناس تركن إليك وتثق فيك. إطمئنان. الإطمئنان. نعم. إليك. نعم. والإطمئنان ده له عدة جوانب. يبتدي من شكلك ومظهرك. هل أنت إنسان شكلك مرتب؟ شكلك منظم؟ شكلك إنسان ثقة؟ قبالك أنا إذا كان في زوج شكله كده محامي الشيطان والله ما بمشي له. ليه؟ لأنه هذا الشيطان قد يبيعك مثل ما يبيع نفسه. إذن يعني القيمة بتاعت هذا المحامي ومصداقيته في نظرك وقوة شخصيته في نظرك والثقة الكاملة فيه هي أول مدخل له. المدخل الثاني مقدرة المحامي على الاستماع. بالمناسبة الناس بتفتكر ولك تتكلم كثير كده محامي. أنا بفتكر أن المحامي المستمع خير وأحب عندي من المحامي السرسار والمتحدث. ليه؟ لأنه أنت بالاستماع تستطيع تستوعب تماما قضية وموضوع الشخص الذي استعان بك. ثلاثة أنك بعد ده يجي دورك في الحديث. دورك في الحديث في أنك تشرح للشخص الذي لجأ إليك موقفه. كذلك إذا اقتنعت بقضيته تستطيع أن تعرض القضية دي أمام الناس. بتقدر تعرف المحامي الزول الممكن ينجح في المحاماة مش من أول إطلالة أو أول كلمة يقولها أو أول حديث؟ طبعاً أنا حتى المحامين اللي بيجون للتدريب الجديد الجديدين الواحد بتعين لهم مما يدخل عليك. لو لاحظت في الكليات العسكرية في حاجة اسمها معاينة القائد. القواد العسكريين ديل بالخبرة وبتشرب لمهنته بيشوف الضابط الصالح مستقبلاً منه. لا. فالطلبة المتقدمين للكليات العسكرية بيعملون هذه المعاينة وفيها القائد يحدد. وليست مسألة انطباع عابر فحسب وإن بمعايير وخبرة تحدد إنه هذا الشخص يصلح لهذا. تعرف المجرم من شكله؟ لا طبعا دي نظريات قديمة يعني اللي هي زمان نظرية اسمها نظرية لامبروزو بتقول إنه المجرم عنده شكل معين والإنسان البريء عنده شكل معين وفي صفات في الوجه وفي العيون وفي أشياء زيدية بتقدر تطلع الإنسان ده مجرم ولا ما مجرم من هذه النظرية. لكن النظرية عفى عليها الدهر. قد تجد أجمل الناس هم أجرم الناس وقد تجد أقبح الناس هم أطيب الناس. فالحكاية دي بتتفاول. لي أتمدى بالإحساس بيلعب دور في تقييمك للآخر إذا كان مجرم بريء أو مدان أو كذا. يلا ده ما بيجي من ناحية الشكل بيجي من ناحية العرض للقضية والموضوع. فالإنسان اللي الكاذب والإنسان اللي بيحب يدلس عليك الحقائق ممكن يكون أفكاره ما مرتبة مرتجف في كلامه ممكن يكون المسائل اللي بيقولها ما بتتسم بالموضوعية أنت بتستخلص منها إنه هذا الشخص شخص غير صادق وبالتالي أنت ممكن تنأى بنفسك عن قضيته. وحتى في وبالمناسبة الحكاية دي في المحاكم واضحة جدا. يعني حتى نحن عندنا في تدرج المحاكم يقول لك قياس مصداقية الشهود وتقييم متروك لمحكمة الموضوع. ليه؟ لأنه محكمة الموضوع تحت لها الفرصة والقاضي إنه يظهر قدامه هذا الشاهد. يعني المسألة ما هي ما انطباعات ممكن تصدر للشخص. ما انطباعات هي معايير. معايير. أي نعم. لكن معايير غير مضبوط غير محددة بتخضع للضمير بتاع هي المقيم. معايير محددة هي في كثير جدا منها محدد. يعني مثلا مصداقية الشاهد. كيف تعرف مصداقية الشاهد؟ مصداقية الشاهد لما هو يخضع لاستجواب بواسطة المحامي جايبه ويخضع لمناقشة بواسطة المحامي الخصم ثم إعادة استجواب بواسطة المحامي جايبه ثم إذا المحكمة رأت إنها تستجوبه من هذه السلسلة من الأحداث وما يتابعها
من ضغوط نفسية وما يتابعها من مغالطات وما يتابعها من اعتراضات كده تصهر الكثير جدا من الأشياء التي تثبت إما مصداقية هذا الشاهد إما كذبه إما ضعف ذاكرته. قد ما يكون كذب قد يكون ضعف ذاكرته. دكتور عادل أنت مرات ممكن تدافع عن شخص وإنت على قناعة تامة بأنه هو مدان ومرتكب لهذه الجريمة؟ طيب أنا في حياتي دافعت في قضيتين أعرف تماماً إنه الناس ديال ارتكبوا هذه الجرائم وأعرف تماماً إنه ارتكبوها بدون مبرر أو على الأقل غير مبرر قانوني. واحدة من هذه القضايا هي قضية قتل الدبلوماسي الأمريكي جرانفيل، رغم إنه هؤلاء المتهمين اعترفوا لنا قالوا نحن قتلنا هذا الشخص ما عدا واحد منهم عنده كان ظروف اللي هو عبد الرؤوف كان في ظرف معين لأنه كان نايم لحظة القتل وفي العربية لكن نايم وقالوا إنهم هم قتلوا. الكلام ده عندهم رسالة معينة ومحددة من منطلقات لفهمهم هم للدين والإسلام دايرين يوصلوها. نحن رغم معرفتي بأنهم قتلوا إقرارهم لي أنا مسكت هذه القضية لكن بفهم وقلت لزويهم إنه نحن نتقدم في القضية دي شوية بعد شوية نطرح لوالدة القتيل جرانفيل مفهوم الشريعة في القصاص وإنه هي التي تملك حق القصاص من خلافه. وبالفعل أنا خاطبتها بعد ذاك وقلت لها إنه بعتقد إنك أنت إنسانة ومسيحية وبالتالي لا تؤمني بالإعدام وبتري الإعدام عقوبة غليظة فبفتكر إنه أنا من هنا أناشدك بإنه الأولاد ديل تعفي عنهم. والقضية الثانية؟ القضية الثانية برضو قضية كانت والله فيها إنسان سيء الحظ جدا. هذه القضية حدثت ابن أسرة معروفة وشهيرة هنا جاء أحدهم سرق لعبة صغيرة من البيت فتابعوا وفي لحظة انفعال ده جماش عليه افتكروا داير اعتد عليه وشال المسدس وضربوا خارج البيت وكانوا من الواضح جدا انه القتيل ما شايل اي حاجه في يده. فقام الولد ووالده حملوا القتيل الى المشرحه الى نقطه الشرطه قسم الشرطه وعملوا البلاغ ضد نفسهم. الولد ورى انه هو اللي ضرب الراجل فمن لحظه القتل اتصلوا عليه فوريتهم انه يمشوا يبلغوا يسلموا نفسهم. وانا جيت ادافع قال لي طيب حدافع عننا شنو؟ قلت والله ما عندي حق حاجه ادافع عنكم غير تعملوا حاجه واحده تمشوا تصوروا القتيل ده وتعلنوا في الجرايد. والقتيل من الشكل بتاعه والبنيه الاثنيه بتاعته هو من قبيله تقبل الديه وقبيله متسامحه فنحن صورنا القتيل ونشرناه في الجرايد وخدتنا ناس في المشرحه على اساس انه لما يجوا اهله يتم التعرف عليهم. جوا اهله استلموا الجثه تم التعرف. مرات يا دكتور عادل انت بتساهم في تبرئه يعني متهم بالقتل تماما؟ طبعا كثير وحسن شغلك انت ايه ما اصلا الناس بيجوك عشان تساعده. مدان يعني شخص لا هو مرتكب لهذه الجريمه انت اسهمت في خروجه من لا مرتكب مثلا صحيح مثلا انا ممكن تخفف لكن تبرئته تماما؟ لا ممكن مثلا في كثير من القضايا بنشتغل الشخص قاتل لكن قاتل دفاعا عن النفس. الشخص قاتل ولكن قاتل دفاعا عن العرض. والشخص قاتل لكن قاتل عن طريق الخطأ. المحكمة كانت كيف في خيالك قبل ما تدخلها؟ والله ده سؤال عجيب خلاص. أنا تعرف يا أستاذ ضياء أول مرة أشوف زول قاتل زول وأنا تلميذ في مدرسة المسار على الابتدائية اللي هي دي غرب المناجل وجايبينه الزول ده متهم في قتل من قرية وهذا الشخص نحن كنا بعيدين النقطة بتاعت البوليس بعيدة شوية من المدرسة فكنا بنتدبى وراء الحيطة ومحتاجين إنه ما في سبب نتدبى يعني عشان نعاين وهذا الشخص في ذهني لحد الآن وفي مخيلتي إنه أقبح شخص أشوفه في حياتي ربما ما يكون كذلك لكن ده الصورة الكاريكاتيرية اللي انطبعت في ذهني وأنا ما زلت لما أحلم مرات حلم مرعب بحلم بذلك الشخص في حين إني في نفس اليوم أكون شغال قضية بتاعت قتل ثانية خالص فيها متهمين وفيها زور سواء كان اتهام ولا دفاع لا أحلم بالمتهم بالقتل الذي أمامي وإنما ترجع الذاكرة
عشرات السنين اللي ورا أحلم بذلك الشخص. أنا بتذكر أول عمل صحفي قمت به، أنت بتذكر أول قضية رفعت فيها؟ أنا؟ أنا طبعاً أول قضية رفعتها أتذكرها تماماً. أول قضية رفعت فيها بالمناسبة هي قضية لم تنتهي حتى الآن. 40 سنة؟ هي لحد الآن. لكن إحنا هننتهي من الفاصل ده ونرجع لك مرة أخرى دكتور عادل عبد القني المحامي المعروف، كونوا معنا. سأل المشاهدين على امتداد بس قناة الشروق، تحية ود وتقدير مجددا. عودة مرة أخرى لحوار فوق العادة مع المحامي المعروف والشهير الدكتور عادل عبد الغني. عادل، أنت ليه بتتذكر أول قضية رفعت فيها؟ أول قضية رفعت فيها هي لحد الآن ومستمرة لحد الآن، وأخشى إنها تكون آخر قضية. فدي قضية بتاعت أسرة بسيطة، كان والدهم بيعمل في الريال المصري، ووالدهم توفى ورفع الريال المصري عليهم قضية عشان يطلعهم من البيت، وما كان عندهم حتى يمشوا ليها أصلا. فأنا ترفعت عن هذه القضية، لكن اتضح أنه في مشاكل إجرائية في ملكية الريال المصري لهذه المنازل في منطقة الشجرة، فأنا بترافع. فكان المحامي بتاعهم بيترك هذه القضية عشان يمشوا يحلوا المشاكل الإجرائية. لما القضية تقرب تتم سنة لأنها بتشطب للتقادم للترك، بيجي يحركها مرة أخرى. فهذه القضية ما زالت تحرك وتحرك، وأولئك الأطفال الذين كانوا في ذلك المنزل وتوفي والدهم، منهم الآن الطبيب ومنهم الضابط ومنهم المحامي وأسرة، الحمد لله تبارك الله ناجحة جدا، وأعتقد أنهم تركوا المنزل لكن القضية لم تنتهي. نعم. ياما في السجن مظاليم، هل المقولة صحيحة؟ كثير جدا، كثير، مش كده، ياما تحت الثرى مظالم، يعني في ناس كثيرين جدا أعدموا ظلما. وأنا داير أنوه لحاجة مهمة جدا حاصلة في الفترة الأخيرة. في الفترة الأخيرة يعني هو طبعا المسألة دي ما بتخضع، يعني ما لي أخطاء قضاء، يعني ما زي أخطاء طبية، لا، لكن تكون لسوء طالع للأشخاص. ففي الفترة الأخيرة مثلا أنا لاحظتها إنه في نائب شوية عن إفادة المتهمين من الدفاع بالجنون بالذات في قضايا القتل. وأنا بفتكر إنه في قضايا القتل في كثير جدا منها المتهمين أو القتلة أسباب بتتعلق بالجنون، ولكن لأنه نحن في السودان ما عندنا دائما ملفات طبية خاصة في الصحة العقلية، دائما ما يتضح إنه هذا الشخص مجنون، ولا يعرف عنه مجنون إلا لما تأتي الكارثة وتحصل الجريمة ويقتل. وعندنا من الأشياء اللي أنت بتعاني لها لأنك تقرر إنه الشخص ده مجنون ولا لا، التاريخ المرضي اليوم ولأسرته، وده بينعدم كثير جدا في الكثير من الأحيان، وده بيؤدي إلى إدانة كثير جدا من المجانين وإعدام بدون المحاكم تقتنع بأنه مجانين. دي واحدة من الأشياء، فليس في الحبس. أنا كنت بتونس معك يا دكتور عادل في المسألة بتاعت السجن، يعني في ناس متهمين، أنا تناولت المسألة دي في كتابات، يعني في ناس يكونوا في السجن أفضل لهم من الخروج إلى الحياة العامة. طبعا في الارتباط بالسجن، في حاجة اسمها الإدمان للسجن، وفي حاجة اسمها الإدمان للمستشفى، وفي حاجة اسمها إدمان للجامعات في الدراسة. في ناس ما دا يتخرج من الجامعة، في نوع ده تلقاه قاعد، وفي ناس الواحد يخش المستشفى مريض يتطاول عليه العهد، مثلا تكون رجله مكسورة أو عضو مكسور وكده، زمان بالذات يعني يرقد له شهرين ثلاثة ما داير يطلع. يلا في السجن في ناس كده، في ناس في السجن ارتبطت مصالحهم بالسجن. يعني أنا بعرف ناس الواحد بيمشي طوالي يرمي نفسه في قضية سكر، يجيبوه لأنه تردد على القاضي، أصلا السكر عقوبة الجلد يعني، لكن القاضي لما تتكرر عليه مرتين ثلاثة بيسجن. سجن شهر 15 يوم 20 يوم، ده بيجي السجن طوالي سعيد جدا، وناس السجن بيعرفوه وبيعرفوا أنه ما حيهرب، بيدوه مهام إدارية. مثلا يترسل، عادة يترسل لبعض الناس الكبار في السجن أو رجال الأعمال. في مرات السجن ذاته بيكون ملاذ آمن لارتكاب بعض الجرائم خارج. أنا سمعت ببعض الناس بيخش عشان يسرق مثلا موبايلات
من المساجين. وطبعا انت في السجن لو سرق الموبايل بتاعتك ما بتقدر تبلغ انه سرق، لانه اصلا ممنوع تخش بموبايل يعني، وممكن سرقة بعض القروش وكده. في بعضهم بيجد في السجن ده برضو يعني بالذات لما يخدم في السجون جوا في فئات يعني، مثلا ناس الشيكات بخطوهم براهم، ناس القضايا بتاعت المال بخطوهم براهم، ناس المخدرات بخطوهم براهم. فالبيت خط وسط المجموعات بتاعت رجال الاعمال وكده دي عشان يخدمون بيكون وضع. في مواصفات خاصه بالمجرم السوداني؟ المجرم السوداني معظم المجرمين في السودان مجرمين بالصدفه، ومعظم المجرمين مجرمين نتيجه شفت السخانه والحر وضيق الخلق، لكن ما جريمه مخططه ومنظمه. يعني هل جاك شعور بالندم في مشاركتك في قضيه محدده؟ والله شوف يا استاذ ضياء، انا داير اقول لك حاجه، الواحد من الموازين بتاعت المحامي لشغله هي وخزة الضمير دي، شفتها؟ إذا الضمير بتاعك ده وخزك ومرتحته، أنا بفتكر حقه تنقى عن القضية. وأنا في يوم من الأيام فكرت أستلم قضية وكنت متردد جدا أستلمها. فالناس ضغطني ضغطة شديدة إني أستلمها بواسطات وناس، فقلت لهم خلاص أنا أدوني لحد بكرة أمشي أقابل المتهمين وأشوفهم عشان أقرر. أنا كانت تلك الليلة من أسوأ الليالي التي مرت بي في حياتي. يعني أنا بحلم فيها أحلام بواقعة معينة مشابهة للواقعة دي. طيب أنا عشان أكون صريح معك أكثر، أنا جوني الناس في قضية بتاعت اغتصاب وقتل طفلة. كويس؟ وهذا الناس اللي بيقولوا يا اخي الانسان ده نازل بريئين تماما وبياكدوا براءتهم. انا كنت قلت لهم والله يا اخوانا في اغتصاب الاطفال وقتلهم احيانا حتى لو الزول بريء واتقتل ما في مشكله، عشان يكون عزه وعبره للاخرين يوقف المساله دي، لانه في الحروب دي بيروحوا ناس ابرياء كثيره لبقاء وطن يعني. فلما ازداد علي الضغط قلت لهم خلاص انا بكره بمشي. انا اليوم الليل كله بحلم احلام مزعجه جدا. أنا طبعاً في حياتي ما استلمت قضية ضحية فيها أطفال نهائياً ولا أدافع. لكن برضو يا دكتور عادل أنت يعني هل في قضايا قذرة يا دكتور عادل؟ طبعاً طبعاً في قضايا مقززة، قضايا مقززة، لكن أنا بس أحب أقول لك مقززة ده بالمفهوم العام بتاع الإعلام وبتاع المواطن وبتاع الإمام المسجد وبتاع المدرس والطبيب. لكن بالنسبة لمهنة المحاماة كمحاماة عليها التزام قانوني. نعم. الالتزام ما علاقة ما على محامي محدد. نعم. على المحاماة ككل. نعم. إنها تدافع عن الناس، ويجب أي شخص يجد محامي. حتى إذا كانت في قضاء أنت قضايا الأطفال نهائياً لا أترافع فيها. ما بتدخل فيها. نهائياً. ليه الناس ربطوه بقضايا القتل؟ يعني الشهرة الأوسع لعادل عبد الغني هي قضايا القتل. والله شوف بس يمكن شكل حالي قاعد في القيد، يعني في ناس اشتغلوا قضايا قتل اكثر مني بكثير، مثلا زي محمد الوسيله، زي الليله صديق كدوده، زي ناس عبد الحليم الطاهر الله يرحمه، اشتغلوا قضايا قتل كثير جدا. انا اشتغلت قضايا قتل كثير، بس يمكن جزء من القضايا بتاعت القتل اللي اشتغلتها كانت تحت الضوء، كان مسلط عليها الضوء بكثافه. يعني انت معيارك شنو في اختيار القضايا؟ هل الجانب المادي، جانب الضمير، الجانب الإعلامي، تختار قضايا معينة ممكن تلعب دور في زيادة شهرتك؟ تخيل أنت ما لي مستوى ولا واحد في الحتات اللي الآن بتخلينا شكل قضايا، ولا أي زول سألني السؤال ده يقترح حتة معينة. أنا من أجمل الحاجات اللي بمسك بها القضايا هي بنسميه نحن الموضوع القانوني الذي تسيره هذه القضية. شفت مثلا أنا أديك مثال، مش قضايا القتل، اديك ناخذ مثلا قضيه قتل. من ضمن القضايا بتاعت القتل تجيني قضيه فيها ممكن الدفاع بتاع المعركه المفاجئه، لكن يكون المرحوم ما مسلح. في الحاله دي ما مفروض القاتل يستفيد من الدفع بالمعركه المفاجئه. انا عارف انه قاتل، لكن السلاح ده كان بيناتهم الاثنين. نحن لازم نمسك القضيه دي عشان نحن يكون عندنا ثقافة وأدبيات قانونية جديدة، إثراء للمكتبة القانونية. أنت تقوم تسير هذا الدفع أمام المحكمة وتجيب الأسانيد القانونية اللي بتسنده
وإذا كان هذه الأسانيد ما متوفرة في القانون السوداني تلجأ للقوانين المشابهة. ده واحدة من الحاجات اللي أنت ممكن تعمل بها سابقة قضائية تعمل بها كده. إذن أهم عنصر يعني إحنا في القضية مستوى الإبداع والاستمتاع القانوني اللي بتحققه أنت من هذه. أنت بتعمل معاه كأن هواية لذيذة، كأن هواية ممتعة بالنسبة لك، كأنه مش وظيفة معيشية أو وظيفة فرض عليك الزمان يعني. وفتح الله عليك. أنا لما امتحنت الجامعة كنت أكتب الرغبة الوحيدة، والوقت ده بتكتب الرغبات قبل الامتحان، كلية القانون جامعة الخرطوم. ونحن في الثانوي كنا بنكتب في سرائرنا أي زول وظيفته، أنا كاتب عادل عبد الغني المحامي والموثق. أنت ما كان ممكن تبقى قاضي يا دكتور عادل؟ نهائيا. ليه؟ وبل العكس، أنا مولانا دفع له الحاج يوسف عندما كان رئيس للقضاء يعني طلب مني إني أنا كنت أبقى قاضي، والكلام ده كان طبعا حضور مولانا المرحوم الرشيد الطاهر. رشيد الطاهر بكر طلب مني أجي الخارجية ورفضته، أمشي الخارجية. ده بدري جدا، أنا أثناء ما أنا اتخرجت الوقت ده رشيد الطاهر كان وزير الخارجية ومساعد رئيس الجمهورية جعفر نميري. ومولانا دفع له الحاج يوسف لما جاء رئيس القضاء، لما انا مشيت عشان اخذ التوثيق، انا بعدين دايرك في علاقتك بمايو دي جدا في جدل مرحبتين. في ناس كثيرين بيصيروا جدل حول المزرعه دي، واصل دكتور جدا مرحبتين. فمولانا دفع الله قال لي تيجي القضيه، فرفضت. انا اصلا لا يمكن اكون قاضي حتى الان. اليوم نحن عندنا تحكيم، التحكيم ده من ابواب الرزق الكبيره جدا للمحامين. والمحكمين يتقاضوا احكام، يتقاضوا اموال جيدة جدا قبل أن يحجمهم قانون التحكيم الأخير الذي استنه مولانا الدكتور عوض الحسن النور. لكن ما زال برضو التحكيم مصدر دخل كبير حتى بعض القانون دي. أنا شخصيا لما أعين محكم في كثير من الأحيان برفض، لأن المحكم يتعامل بعقلية القاضي وأنا أتعامل بعقلية المحامي. أنا دائما أسمع شخص أقتنع بقضيته وأدافع عنها، لكن ما أقدر أكون في النص وأحكم بين اثنين. راكمت ثروة كبيرة من المحاماة؟ والله شوف ده سؤال بعيد عن نص الضرائب. ده سؤال، لا نحن ضرائبنا محسومة، بياخذوها في بياخذوها دمغات. الحمد لله. أنا بالنسبة لل وده دي حاجة مهمة جدا أنا بفتكرها، قبيلي كنت قلت لي هل الدافع المادي هل هو دافع عنك عندك؟ نحن أحيانا بندفع للناس وبتاخذه برضه مش كثير يعني. بناخذ من المقتدر، بناخذ اكثر من اللازم، كويس، اكثر يعني. انا باخذ اكثر من محامين كثير جدا، ولكن في كثير من الاحيان بدفع برضه من جيبي. وانا الحمد لله من المحاماة عايش حياه جيده جدا، وبفتكر انه يعني اكثر 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 القضايا اللي بتكون مدير للمال. لا لا، هي القضايا عموما وبالذات قضايا القتل والمسائل دي ما مدير للمال نهائيا. يعني القضايا الاشياء المديره للمال هي العقود الكبيره، مناقشه العقود الكبيره. انا شاركت في مناقشه عقد الاعمال المدنيه لقطارات دبي. اللي هو ده عقد قيمته اكثر من 4,600,000,000 دولار. يعني شاركت في عقودات بتاعت انشاء مشاريع، شراء طائرات، دي العقودات الضخمه اللي بتجيب المال. لكن شنو يعني اذا كان كتبوا لهم 10 ناس مثلا في الجزيرة ولا في الشمالية ولا في القضارف، يعني ما فيها قروش كثيرة يعني للمحامي. مرات المحامة دايرة فهلوة؟ إطلاقا ما عندها علاقة بالفهلوة. وأول طريق للفشل للمحامي هو الفهلوة، وأول طريق لفشل المحامي هو الكذب. ونحن بنعلم المحامين تحت التمرين اللي عندنا في المكتب، أول ما يجوا بنقول لهم يا أخواننا انتوا بتفتكروا انه المحاماه دي شطاره، شفت الشطاره دي ذاتها بمعنى الفهلوه، خدتوها بعيد. أسيت دكتور عادل، ما مرات بتضطر لانك تكذب في المحاماه؟ طيب اذا كذب المحامي في جوهر القضيه فهو كاذب، واذا كذب المحامي في الوقايع فهو شريك. يعني انا الليله اذا جبت واقعه كاذبه عن شخص وأديته الاعدام، بيفرق شنو من انه انا لو اتكيته وضبحته يعني. واحده. لكن المحامي احيانا بيتضايق في بعض مثلا بيتصرف، لا مثلا مش ما في جوهر القضيه. مثلا القاضي يقول لك يا اخي انا اخذت لك الجلسه دي ومتهمك ده في الحراسه، اخذتها عليك
بعد بكرة. وانت بعد بكرة مرتبط بقضية تانية. ولو قلت لي بقضية تانية يقول لك يا أخي في محكمة أحسن من محكمة. هذه محكمة وديك محكمة. أو أنت عندك يا أخي في مكتبك ناس كتار جدا. كويس؟ مرات المحامي ما أنا لكن بعرف يعني المحامي اضطرب ما يقول يا مولانا عندي محكمة، يقول يا مولانا والله عندي موعد مع الطبيب. ده انتقل البيك تاني يا عادل أو ارجع البيك. أستاذ عادل عبد الغني ارتبط بقضايا كبيرة ومثيرة للجدل مثل قضية دكتور النساء والتوليد والإخاط عبد الهادي، وقضية الأقطان، وقضية عوضية عجبنا، واختيال الشهيد محمد طه محمد أحمد، والواثق صباح الخير، وجرامفيل. عدد كبير من هذه القضايا هي موضع تساؤلات من قبلنا يعني لدكتور عادل، لكن بعد الفاصل إن شاء الله. سأل مشاهدينا على امتياز بزغة ناط الشروق، عودة مرة أخرى لحوار فوق العادة مع الدكتور عادل عبد القني المحامي. دكتور عادل، ارتبطت بمجموعة من القضايا المثيرة جدا، من قضية محمود محمد طه، قضية الواثق صباح الخير، قضية الشهيد مقتل الشهيد محمد طه محمد أحمد، قضية عوضية عجبنا، قضية الأخطان، كل هذه القضايا. قضية عبد الهادي شوية الناس أخذوا عليك فيها، حسوا في دافع آخر غير المحاماة وتحقيق العدالة كان وراء اشتراكك في الدفاع عن الدكتور عبد الهادي اللي اتهم بكثير من الاتهامات المتعلقة بك. قضية عبد الهادي فيها عدة جوانب، فيها اتهامات تتعلق بالإجهاض، فيها اتهامات تتعلق بحيازة السلاح، فيها اتهام بتعلق بالقتل. دكتور عبد الهادي ليس الشخص الذي يقتل أي شخص، وأنا أعرف هذا الأمر تماما، بل اتضح أثناء القضية أن دكتور عبد الهادي حتى بالنسبة لمسائل الأجنة والمواليد وكذا يأخذ هؤلاء الأطفال ويأخذهم اللي دار الرعاية اللي مسمى بالمايقومة بنفسه، وأحيانا يعد يوم يومين، أحيانا يشيلهم بيته. هو دخل نفسه في حتات شوية عجيبة شوية. بالنسبة لاتهامات الإجهاض، نحن وقفنا في المحكمة، أنا وقفت في المحكمة وتحدثت عن دواء الميزوبريستول المستخدم. دواء الميزوبريستول دواء فعال جدا لإزالة آثار الإجهاض. وآثار الإجهاض دائما يعني زمان كان بتعالج بعمليات بدائية تسمى الكحت. لما جاء الدواء ذي نهى مسائل عمليات الكحت، ولكن الدواء خطير لأنه العمل بتاعه أنه يؤدي إلى أن يلفظ الرحم محتوياته، سواء كانت أجنة حية سواء كانت مخلفات ما بعض الإجهاض. فالسؤال، هل دكتور عبد الهادي يستخدمه قبل موت الأجنة أو بعد موت الأجنة؟ كان ده سؤال مطروح. أنا بالنسبة لي ما كنت متحمس للإجابة له في المحكمة، ولكن في المحكمة كنت متحمس للتهمة الموجهة لعبد الهادي في القتل. وأحكي لك باختصار، بالقتل جابوا جنين، الظروف كلها بتأدي إلى أنه قتل. هذا الجنين موضوع جوا دولاب، والدولاب في المطبخ، ووضعته منه سكرتيرة عبد الهادي، واعترفت بهذا الكلام بثين لما مشت القسم. شالوا هذا الجنين ودوه المشرحة، جاء التقرير بتاع الطب الشرعي انه هذا الجنين الراس بتاعه المحل بتاع اليافوخ الصغير بتاع الجنين ده مخروم ومفرغ المخ بتاعه، وهذا الجنين ولد وتنفس ثم حصل خراب المخ وبالتالي حصل قتل. تم استجواب الدكتور عبد الهادي، قال ابدا لم يحصل قتل، جاتني هذه البنت وفي بطنها هذا الجنين، وفحصت عليها بالالتراساوند لقيت الجنين ميت. حاولت اطلعه في اللحظه اللي انا بطلع في الجنين ده، وديت الميزوبريستول البوليس جه، والجنين حصل له اعتراض. ففي هذه الحاله قال نحن بنلجأ لما يسمى بالجراحه التخريبيه، بيسموها الاطباء ديستركتيف سيرجري. الجراحه التخريبيه مثلا في حاجه اسمها الطفل المصافح، يده بتطلع اول، بيعترض ما بيطلع، الدكتور بيقطع يده، معروفه الكلام ده.
هنا في الأطفال رؤوسهم كبيرة وخاصة برضو مع النساء، النساء ذات البكريات ما يسمى في الطب، بتقوم تعمل تفتح في المخ هنا بتشفط محتويات المخ بتخلص الجمجمة ينزلق الجنين. قال عبد الهادي عملت الكلام ده. بقينا في السؤال اللي في المحكمة، هل هذا الجنين ولد وتنفس وعبد الهادي ضربه في راسه، ولا هذا الجنين داخل بطن أمه كان ميت وعبد الهادي ضربه في راسه وطلعه؟ كان السؤال والمحور، ودي الناحية العلمية اللي أنا قلتها لك قبلك الممتعة في عمل القانون، التعامل العلمي مع الاختبارات العلمية والفنية اللي أجرها طبيب المشرحة، وهو ما يسمى باختبار الطفو. اختبار الطفو إنك بتطلع الرئة بتاعت الجنين الصغير دي وبتحطها في الموية، اختبار بدائي معمول سنة 1850. إذا طفت تقول والله الجنين ده حي اتنفس، لكن الاختبار ده مفروض يتعامل بعدة اختبارات. أنا ما أطول لك، ده كلام علمي دقيق جدا. نحن في قضية عبد الهادي تحدثنا عن الاختبارات المعضدة لاختبار الطف، وهي 5 اختبارات من ضمنها اختبار فتحة القلب. كويس، إنه لما القلب ده دكتور عادل صحيح السردي ممتع وشيء، مرات حتى ممكن يكون عندك مواقف مناقضة للقضاء اللي بتدافع عنها، انت موقفك من الإجهاض شنو؟ انا ضد الإجهاض تماما طبعا، لكن الإجهاض بالمناسبة دي حاجة مهمة جدا. القانون السوداني من اكثر القوانين تقدما في المنطقة في التعامل مع الإجهاض. هل تعرف انه معظم قوانين الدول العربية لا تجيز الإجهاض في حالة الاغتصاب؟ القانون السوداني يجيز الإجهاض في حالة الاغتصاب بس قبل ما يتم 3 شهور، ويجيز الإجهاض في حالة مواقعة المحارم. شفت في حالة مواقعة المحارم قبل ما يتم 3 شهور. ليه أنت بتختار قضايا مرات تكون مستفزة للرأي العام؟ زي قضية، يعني زي قضية بتاعت الأقطان، قضية عبد الهادي، قضية عبد الهادي وقضية الأقطان قضايا تكنيكال. قضية الأقطان دي أنا في واحد من أخواننا الصحفيين ديل بيتكلم معي، يا عادل تمشي تدافع عن ناس الأقطان ودافع عنهم، ديل المفروض يعدموهم. خليته تم كلامه، قلت له ده أسألك سؤال، قلت لهم الناس ديل يعني قضيتهم قروش ولا شنو؟ قال لي طبعا قضية مالية، قلت له يعني القروش دي ما شوفوا فتحوا خزن شالوها سرقوها زوروا شيكات عملوا شنو؟ قال لي والله ما عارف. طيب يا أخي، قضية الأقطان دي قضية بتتعلق بعمل بتاع اعتمادات، وبتتعلق بعمل بتاع زراعة، وبتتعلق بحزم تقنية ومدخلات بتاعت إنتاج، وقضية عبد الهادي بتتعلق باختبار باختبارات علمية وفنية دقيقة جدا. كيف يقعد المواطن العادي يخلف رجله ويجي يقول لك يا أستاذ أنت بتشتغل القضية دي كيف؟ وأنا إحنا الشغل ده الواحد شغال فيه له 30 سنة. هل فعلا القضية دي فيها كوارث كثيرة؟ بتاعت الأقطان؟ فيها كواليس كثيرة، فيها أسرار كثيرة؟ فيها أسرار كثيرة جدا خالص. أتجاوز في قضايا كثيرة بتكون مرتبطة بأسرار ما بتكشف؟ والله قضية الأقطان دي بالتحديد يعني فيها أسرار، لكن هي أسرار يعني بتاعت صراعات. نعم. لا بشكل عام والله طبعا هو أصلا التاريخ يكتب الأقوياء. يعني حتى القضايا دي بحسم الأقوياء، يعني نحن أسي مثلا في قضية قول عبد الهادي والله الأقطان، القوة كان في الإعلام، الإعلام كله كان ضد الناس ديل. نحن بنشتغل كنا في ظروف صعبة جدا، وما بنقدر يومنا كله نحن بنقنع في الناس إنه يا إخواننا نحن في الجانب الحق قبل ما بدل ما تمشي تقنع عن المحكمة. يعني أنت في فترة الجامعة وفيما بعد الجامعة كنت متهم بأنك من المعاونين لجهاز أمن الميري. بس لي أعاونه سبب معاوي شنو يعني؟ أولا أنا دخلت الجامعة من أوائل الطلاب، والجامعة كانت بتديني 5 جنيه إعانة وبتديني بيرسري، ودي كانت تساوي مرتب بتاع زول، وأبوي كان بيرسل لي 5 جنيه بيرسري، وأنا ساكن في الداخلية. كويس، وأنا في الإجازات بمشي أشتغل في وزارة الري، بيشغلوني مع مساعد أنا أسموه أنت عارف في القناطر وكده، وبقوم بعمل حقيقي. كويس، في مراقبة سم الفار. طيب الاتهام ده مصدره شنو؟ في واحد زمان في الجامعة أنا جيت ماشي عاين لواحد وأنا في رابعة عاين لك، إذا قال لي اسمع ده نقيب في الأمن. استمريت
جيت سنة 90 جيت خاشي الجامعة، جيت خاشي المحكمة، هاي اللي واحد وأنا بسمعه قال لي اسمع صاحبك ده نقيب في الأمن. فمشيت قلت لي يا فلان الفلاني يا أخي أنا راجل ما بليد، يا أخي أنا ما ممكن أكون من سنة 80 نقيب في الأمن لحد يوم الليلة دي سنة 90 أكون نقيب؟ يا أخي ما ترقيني شوية يا أخي. يا أخي صلاح وش ذا كويس، كان طالب عادي جدا جدا وما أحسن مني في حاجة، الوقت ده مسك نائب رئيس جهاز الأمن ولا حاجة كبيرة جدا في جهاز الأمن. يا أخي تتخلينا أنا نغيب ليه يعني؟ فيعني الاتهام ده أخذ رواج في فترة من الفترات. والله شوف أنا في حاجة يمكن يعني 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 أنا ما 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 أفتكر في أي زول عنده مبرر. أنا بالمناسبة لما خرجت من الجامعة طوالي اشتغلت محامي تحقيقا لرغبتي الأولى دي. صحيح. ولو لاحظت النمرة بتاعتي المتسلسلة حتستغرب إنه أنا ذاتي كيف عادل عبد الغني ده نمرته. نحن في المحاماة عندنا حاجة اسمها الرول. الرول ده نمرتك من تاريخ المحاماة في السودان. يعني المحامي في السودان نمرة واحد ده ما بيتغير ثاني ليه. طيب نحن عندنا الآن من نمرة واحد لحد 26 ميتين. انت لو جيت قست انا سنة نمره كم هتقول الله الزول ده يعني جاء محامي صغير جدا. بالفعل انا جيت محامي صغير بدين اكون اشتغلت في امن. انا نمرتي في الرول. هل كانت محاوله اغتيال معنوي لك؟ والله ما بعرف الناس اللي بيروجوا الكلام ده هم هدفهم شنو يعني قصدهم شنو ما بعرف يعني يعني اي دونت نو. لكن انت برضو كان عندك علاقه بنظام نمير يعني انا في فتره كان الوسط علاقه بالنظام كنظام عندي علاقه باشخاص. انا الرشيد الطاهر الله يرحمه بالنسبه لي زي والد. كويس. ويعني حتى عندما خطبت كان الرشيد الطاهر هو الذي تقدم لي، وعندما عقدت هو الذي عقد لي، وكان عبر الرشيد الطاهر عندي علاقه مع مولانا ضفاء الله الحاج يوسف انت بتعلم لحد اليوم. نعم. كويس. و يعني ما عندي اي علاقه يعني. لكن ليه انا سمعت انه انت كنت في التنظيم المساند او في كان في شكل من اشكال التنظيم المساند للاتحاد الاشتراكي داخل الجامعه؟ لا ابدا وهو الناس قاعدين في التنظيم ده اسالهم في كرار التهامي ده كان رئيس التنظيم. السيد السفير كرار التهامي كان مدير. انت ما كنت عضو فيه؟ لم اكن عضو خالص. الاستاذ محمد الاتهامات دي بتزعجك بصراحه؟ نهائيا لا خالص. تعرض للغيره يا انا اغير من الناس يعني؟ لا يغار عليك؟ لا انا حتى زوجتي ما قاعد تغير علي والله. ليه؟ لا لا هو التغيير عليه خالص والله. لو اتكلم في التليفون اتكلم مع موكلات مع الترينيز في المكتب اصلا ما ولا بتهتم تسال انه ديل منه. مره بتستخدم ادوات المحاماه في البيت؟ والله احيانا بتكون حكايه مؤسفه. يعني بتكون مؤسفه احيانا. ابنائك ورسوا منك الاهتمام نفس عنده نفس الاهتمامات؟ مازن طبعا مهندس. مازن هو كان عنده رغبه شديده جدا يمشي القانون. نعم. كويس. لكن انا في السنه اللي كان ممتحن فيها انا كنت شغال في القضيه المشهوره اللي هي قضية حج عزة. نعم. وحصل فيها الاغتيال بتاع الشاهد. نعم. فأنا في الوقت ذاك زهجت والله يعني كنت المحاماة كده يعني زعلتها إنه المحاماة تعامل في هذا البلد والقانون يعامل بذلك المستوى. فأبدا ما شجعته إنه يمشي القانون فمشي الهندسة. لكن بنتي تيسير سلكت في هذا الطريق ودرست القانون في جامعة لاهاي. نعم. وتخرجت من قانون الجنائي الدولي وعملت الماجستير في القانون الجنائي الدولي والتحقت بمحكمة جرائم الحرب في لاهاي اللي بتحاكم جرائم الحرب في يوغوسلافيا. ولحسن الحظ شغالة كانت في قضيتين بتاعت في مكتب المدعي العام في قضية مجزرة بانيالوكا ومجزرة سيربينيتسا. بالوراسة يعني؟ يعني شغالة في نقطة ضعفك شنو دكتور عادل عبد الغني؟ والله يا أخي أنا أنا والله شوف بتأثر جدا طبعا بالأطفال نمرة واحد. واثنين أنا يعني يعني بحزن ما بعرف ليه بحزن لما يموتوا النساء. ما بعرف ما زي ما لما يموتوا الرجال. يمكن لأنه أول موت كبير كده كان في حياتي هو موت شقيقتي الأكبر مني. ثم بعدين موت الولد ثم موت زوجة مازن ولدي. أسي أصحابي يعني لما يعني الاقي واحد اسي قبل يومين ثلاثه عندي صديقي لما في السوق لقاني لما قال لي زوجته توفت. انا السوق الناس بده يتفرجوا فيني. فدي عادل يكره بشده. لا لا ما بكره يعني. الحاجه بتكرهها بشده مش كراهيه. انا ما بحب سيره الناس. يعني ما بحب السيره السيئه للناس.
عادل بيحب بقوة؟ والله يا أخي أنا بحب أوشيل المهنة بتاعتي دي وبحب الأطفال كويس. وشفتها ثاني يعني يمكن بحب القيم الفاليوز يعني إنه زول يكون عنده فاليوز. من الذي يفهم عادل خارج إطار الأسرة؟ والله أنا من أعز الأصدقاء وأعتقد إنه أكثر إنسان بيفهمني في الدنيا دي هو مولانا الدكتور محمد أحمد طاهر قاضي المحكمة الدستورية. يعني ده نبيل يا أخي. ده رجل طبعا إحنا عشرة بتاعت سنين طويلة جدا. وهو مش لأنه لأنه ذاته لماح وذكي. وزول فطرته سليمة جدا. فهو أنا أستطيع إنه محمد دكتور محمد طاهر من عليك بكون بيشرح فيني تشريح يعني. ما هي الحقيقة التي يخفيها عادل عبد القانع عن الجميع؟ والله شوف أنا ما عندي ما أخفيه. لكن يعني أنا يمكن عندي أفكار ما أحب الناس يطلعوا عليها كويس. ليه؟ لأنه هذه الأفكار أسلام تسمح لنا أنه الأفكار دي تكون موضوع لحوار مستقبلي معك إن شاء الله. والله الأفكار دي ممكن تكون هي أنسب تكون لكتب منا لحوار. عادل أنا استمتعت جدا في الحوار معك يعني. الله يبارك فيك. وبالمعرفة القانونية الواسعة والمعرفة معرفة البشر والتجارب والخبرات الكثيرة يعني. كنا سعيدين جدا باستضافتك في هذا المقعد من برنامج فوق العادة. نتمنى أن نلتقي بك في حلقات قادمة إن شاء الله. ونتيح لك فرصة أخيرة يعني للتوقيع على دفتر هذا البرنامج. والله إذا أنا بفتكر برنامج قوي جدا وبرنامج حقه أنا بدعو الناس تتعامل فيه بصراحة. وبدعو الناس إنه نفتح صفحة جديدة إنه الشخصية المنقلقة ولا زمانه. وإنه الإنسان يطرح نفسه بأخطائه وبيصدقه وبيصدق صحته. وإنت لما تقول أخطائك أمام الناس أنا بفتكر إنه الناس هتفهم تتعاطف معك وتتعاطف معك وتغفر لك إن أخطأت في حقهم. وأنا بدعو الناس تكون صادقة يعني. شكرا لك دكتور عادل عبد القاني المحامي المعروف والشهير. والشكر الممتد للمشاهد الكريم على هذه المتابعة لفوق العادة. ونحن دائما على الوعد بأن نلتقي مع شخصيات قيادية في المجتمع من الفضاء الاجتماعي والسياسي والرياضي. والسلام عليكم ورحمة الله.